الناس في كل زمان ومكان يرغبون عن اللص ويحذرون غيرهم من شره ويرفعون أمره إلى المسؤولين، وأنا هنا أستثني اللص التاجر، لأن اللص التاجر في نظر الناس هو الوجيه والعم والشيخ ورجل الأعمال الذي لا ينقطع مجلسه عن الناس حتى وإن كانوا يعلمون بأنه لص. بين يدي هنا خبر لص جاهل لكنه لص شريف، حتى إن معاوية بن أبي سفيان قال: لو كان له ولد لرغبت أن أتزوج إليهم. وكان عبد الملك بن مروان يقول: من قال بأن حاتم، يقصد حاتم الطائي، أسخى الناس فقد ظلم هذا اللص. هذا اللص هو عروة بن الورد العبسي، صعلوك من صعاريك الجاهلية، كان يسمى بعروة الصعاريك لأنه كان يجمع الفقراء ويعطف عليهم، كان يسرق أموال الأغنياء البخلاء ويعطيها للفقراء، وكان يتعفف عن الأغنياء الذين كانوا يعطوا الناس. خرج في نجد والحجاز وعرف بثرائه اللغوي والأدبي، ولذلك أثر المكتبة الأدبية بشعر من شعر الصعاريك الذي يعد من جيد الشعر الجاهلي. لامته زوجته سلمى على الصعلكة فقال: ذريني للغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأدنأهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير. يباعده القريب وتزدريه حليلته ويفهره الصغير، ويلقى ذو الغنى وله جلال يكاد فؤاد لاقئه يطير. وقال لها: ذريني أطوف في البلاد لعلني أخليك أو أغنيك عن سوء محضري، فإن فاز سهم للمنية لم أكن جزوعا وهل عن ذاك من متأخري، وإن فاز سهمي كفكم عن مقاعد لكم خلف أدبار البيوت ومنظري.